السلام عليكم، مرحبا بكم. فيديو جديد، الفيديو ديال هذا النهار من السلسله ديال جيدوس اي واد. نهضروا فيه على جيف اواي اللي فيه 2500 دولار سوفورم امازون جيفت كارد. خليكم معايا. المنصه ديال جيدوس اي او دايره جيف اواي في المنصه ديال تويتر. الناس اللي غادي يدخلوا وغادي يفولوا جيدوس اي او على تويتر وغادي يديروا واحد المهمات اللي هما صغارين، هكا غادي يمكن لهم يشاركوا في المسابقه ويربحوا امازون جيفت كارد القيمه ديالها 2500 دولار. وجيدوس اي او كتوعد اليوزرز ديالها انها غادي تبدا تعطي كونتنت اللي هو هاي كواليتي، وغادي دير بزاف ديال لي جيف اويز من هنا للفوق، هكا باش غادي تكافئ الناس اللي هما دايرين فولو لجيدوس اي او اولا مشتركين وكيستعملوا المنصه ديال جيدوس اي او. بالنسبه لهذا الكومبيتيشن ديال يو ار ان لاك بدات من 24 مارس وغادي تسالي حتى 7 افريل، ولي بارتيسيبون اللي غادي يشاركوا في هذا الايفنت هذا غادي يكون عندهم لوبورتونيتي انهم يتوصلوا بامازون جيفت كارد ملي التويت غادي يوصل ل 3000 روتويت. يعني هاد التويت هذا اللي كاين هنايا اون فوا غادي يوصل 3000 روتويت هنايا غادي يتم التوزيع ديال لي جيفت كارد على لي بارتيسيبون اولا لي وينرز. الروز اولا لي كونديسيون باش انك تشارك في هذا الجيف اواي هذا سهلين جدا. اول حاجه خاصك دير فولو لجيت اي او على تويتر، دير لايك وتولي دير الروتويت الايفنت تويت اللي شفتوه دابا معايا. ابخي غادي تاغي 3 من الاصدقاء ديالك، واذا كان كثر علاش لا، غادي تعمر الاي دي ديالك. بالنسبه للبارتيسيپاسيون غادي تبرك هنايا، كل مهمه اولا طاش غادي ديرها غادي تعطيك 100 انتري، الا الانفيتيشن ديال الفريندز ديالك غادي تعطيك 50 لكل شخص غادي يدخل عن طريقك نتايا. هنايا غادي دير المهمات ديالك اللي هما فولو جيت اي اوف تويتر، دير الغوتويت، دير لايك وتاغي 3 الاصدقاء ديالك، تعمر الاي اي دي ديالك، اي ابري غادي تانفيتي اصدقاء ديالك باش يديروا فولو لجيت دوت اي اوف تويتر. بالنسبه للناس اللي غادي بارتيسيبيو لهاد الكومبيتيشن هادي ضروري خاصهم يكونوا مكومبليتين الداتا ديالهم ودايرين الكي واي سي، هكا باش غادي يكونوا فاليد وما غاديش يتحسبوا انهم دي فو كونت. وبالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يغشوا غادي يتم الاقصاء ديالهم. المستعملين ديال المنصه ديال جيدوس اي او اللي غادي بارتيسيبيو غادي يكون عندهم الحظ انهم يتوصلوا بامازون جيفت كارد القيمه ديالو 50 دولار ل 50 رابح، مور ما غادي توصل البوست 300 روتويت، وضروري خاصهم يكونوا دايرين الكي واي سي فيريفيكيشن ديالهم. والرابحين غادي توصلوا بالامازون جيفت كارد ديالهم من بعد 14 يوم مور ما تسالى الكومبيتيشن. هكا غادي نكونوا هضرنا على جيف واي جديد واللي هو امازون جيفت كارد بالقيمه ديال 2500 دولار. الا كنتي مازال ما تسجلتيش للمنصه ديال جيدوس اي او غادي نخلي لك الرابط في صندوق الوصف، فضلا وليس امرا انك تدخل تسجل منه. كان هذا هو الفيديو ديالنا، نشوفكم فيديو جاي ان شاء الله.